العالم كله اكو قضيه مثاره قضيه الارهاب شوفون الان مظهر من مظاهر الارهاب في العراق الله ينجي المؤمنين جميعا من ذلك هذا الارهاب الى جذور له جذور سياسيه احنا عندما نلاحظ هذه الظاهرة يجب أن نبحث ما هي الجذور جذور سياسية الأنظمة العالمية القوى العظمى هي التي تولد الإرهاب بسياساتها جذور اقتصادية الأنظمة الحاكمة هي التي تولد الإرهاب تستاثر بالثروه، تضيق على الامه فتولد الارهاب، واكو هنالك نقطه ثالثه يجب ان لا تغيب عن بالنا، الجذور الاقتصاديه موجوده، الجذور السياسيه موجوده، الجذور الاجتماعية موجودة ولكن هنالك جذر اخر هو الجذر الرابع وهذا الجذر مهم الجذور الدينية الجذور الدينية هذا الارهاب مو ارهاب جديد من الذي وطأ سعد بن عبادة في السقيفة بأقدامهم وقال اقتلوه قتله الله منو كان هؤلاء أتباع ذاك أتباع أولئك ليش لمجرد أنه ما رضي أن يبايع رجلا سعد بن عباد قال منا أمير ومنكم أمير من الذي قتل سعد بن عبادة هو هذا الرجل عندما خرج من المدينة ورفض أن يبايع من اللي قتل بسهمين في فؤاده هذا مو إرهاب هذا إرهاب منهجية الإرهاب من الذي هجم على دار علي وفاطمة صلوات الله عليهما وأحرق البيت بالنار هذا مو ارهاب من الذي قتل مالك ابن نويرة لأنه رفض أن يخضع للحكومة القائمة هذا هو قال النبي عين أمير المؤمنين أنا ما أدفع زكاتي لكم ذهبوا قتلوه خالد زنى بزوجته وجعل رأسه أثفية للقدر هذا مو إرهاب إرهاب يعني شنو من الذي قال هؤلاء الستة خلي يقعدون بالبيت إذا اثنين خالفوا وأربعة اتفقوا فاضربوا عنق الاثنين هاي شلون انتخابات اكو هالشكل انتخابات بالدنيا كل واحد ما انتخب لو الى راي اخر كلهم اضربوا اعناقهم مثل الان افرضوا في في البلاد الحره اللي يقال حره يسوون انتخابات 51% ينتخبون فلان و49 ينتخبون فلان كلهم اضربوا اعناقهم ف 50 مليون واحد هذا معناه تبع إذا أربعة اتفقوا على واحد واثنين خالفوا فاضربوا أعناقهما. زين إذا ثلاثة بثلاثة صاروا ماذا افعلوا؟ اضربوا أعناق اللي مو موجود فيهم عبد الرحمن بن عوف. اضربوا أعناقه. شنو خصوصية عبد الرحمن بن عوف؟ هذا مو إرهاب؟ إرهاب يعني شنو؟ إرهاب يعني هذا